السلام عليكم، انا الاخ ديال نبيل تاريخ اللي توفى بالديار الايطاليه بمدينه نابولي سان جورجيو اكريمانو. منين توفى الاخ ديالي الله يرحمه ما علموناش به هنا في الوزاره الخارجيه، ما حتى القنصليه هنا ما علمونا، ما حتى شي حاجه، ما كاينش اللي علمنا في نهائيا. علمونا عيد الدراري الاصدقاء ديالو، واحد السيد خدام معاه تما في الورشه ديال الورد، بحال خويا الله يرحمه كان خدام في الورشه ديال الورد، هو اللي لونس الخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ملي شفت انا الخبار ما بغيتش نتسرع نقولها للوالده، قلت خلي حتى نتاكد، قلت ربما يكون شي خبر زائف ولا شي حاجه، قلت خلي حتى نتاكد. كان صوني لك السيد تقريبا شي ساعه، دخلت الباج ديالو كان صوني تقريبا لمده ديال ساعه ما كيجاوبنيش. ملي لقى الاتصال ديالي هو عاود اتصل بيا، قال لي يا خويا واش انت الاخ ديال نبيل الله يرحمه؟ قلت له اه. قلت له خوش هذا الخبر بعد اللي حاط بعدا واش صحيحه ولا غير كذوب؟ قال لي لا خويا، قال لي احنا هذا الخبر بحال ما نضحكوا فيه، قال لي ما يمكنش نضحكوا في حال ما هذا الخبر بحال ما هكا. قلت له شنو سبب الوفاه؟ قال لي سبب الوفاه ديالو انتحار. قال لي الصباح دخلت الورشه لقيتو انت، لقيتو شانق راسو. قلت له ما يمكنش. قال لي راه اخويا، قال لي اش غنقول؟ قال لي راه الاخ ديال، قال لي اصلا قال لي ولا تيعاني من مرض نفساني في الاول الاخير قبل الوفاه ديالو. قلت له ما يمكنش اخويا. قلت له انا دويت مع اخويا، كندوي معاه كل نهار، ربعات المكالمات في النهار عندي مع ابل فيديو، ماشي حتى ابل فوكال، ابل فيديو يوميا تندوي معاه، تندوي معاه مع 9 ديال الصباح، مع 12، مع 2، مع 4 د العشيه، مع 7، ديما عندي اتصال مع اخويا الله يرحمه، مكالمه فيديو يوميا كل وقيته كندوي معاه. كندوي مع اخويا يعني الا كان مريض ولا شي حاجه غنلاحظها فيه، غنلاحظها فيه كون تيدخل ويخرج في الهضره، فهمتي؟ هاد السيد هذا قال لي اخوك راه مختل ولا مختل عقليا، مريض نفساني، ما بغاش تدخل لينا هاد القضيه. اخويا الله يرحمه بعدا دوا مع الوالده مع شي ست تقريبا شي ساعه هو تيدوي معاها، انا هضر معايا مع شي 11 ديال الليل، هضر معايا في هذيك في الدار فين في البلاصه زعما فين المولف كيدوي معايا، هضر معايا ابي الفيديو هكا مجب متكي في الشومبر ديالو. قال لي شي تقريبا شي ساعه و هو كيدوي معايا. قال لي يلاه خويا ابراهيم، كان منين هضرنا انا وياه بقى تيقول لي راه توحشكم بزاف. قلت له حتى حنا توحشناك اخويا، قلت له ولا براسه توحشاتك، كتفكرك بزاف، كتفكرك انت مع ديجا توفى واحد الاخ الله يرحمه، توفى بحال تتسير حتى الوالده، قلت له توحشاتك بزاف. وقال لي راه عارف اخويا اللي كاين، قال لي راه قريب ان شاء الله غنجي، وراني الباسبور ديالو، وراه ليا، وراني الكارت ناسيونال ديالو، وراني واحد لاكارت اخرى. قال لي، قلت له لاكارت ديالها اش؟ قال لي هاد لاكارت، قال لي هنا كان، قال لي كنتحرك بها هنايا، قال لي هاد لاكارت ضروري خصها تكون عندي. قال لي بقات لي هذيك الترخيص، هذيك الورقه، قال لي الا غناخذها في شهر واحد ان شاء الله، قال لي قريبه تخرج ليا، قال لي غناخذها في شهر واحد. قال لي الا بقات هاد الازمه الصحيه ديال كورونا بحال هكا، بقات الحدود مسدوده، قال لي راه ما غنجيش. قال لي ما كانت لا كورونا شي حاجه، قال لي راه غنجي ان شاء الله في شهر واحد ان شاء الله. قال لي يلاه خاي ابراهيم تهلا تن من بعد نتصل بك. قال لي الصباح اللي دابا خلينا نرتاح. غد لي الصباح تنصونيلو ما كيجاوبنيش، كيما موالف تنصونيلو كيف حال ديما كنصونيلو ما كيجاوبنيش. قلت صافي، قلت راه يكون خدام ولا مازال ناعس ولا شي حاجه. دخلت العشيه اخويا فيسبوك مع النقاط ديال الربع، مع الربع العشيه كنلقى الصديق ديالو ملونسيها في فيسبوك. قال لي يا خويا راه الاخ ديالك بصح راه كان مريض نفساني، وانا ما تيقش اخويا كاع القضيه ديال خويا مريض نفساني. خويا ما كانش مريض نفساني في نهائي، عمرو ما عالم مرض نفساني. قلت له الا كان خويا مريض نفساني كنت عطانا هاد الاوراق اللي كان تيتبع بهم مع الطبيب. مي من بعد اخويا حنا رضينا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ما عيناش، بقيت جالس في الدار انا ما عرفت شنو غندير، بقيت ضايق ما عرفت شنو ندير. صافي ما لا انا لا الوالده حتى واحد فينا ما عرفش شنو ندير. كنتسناو توصلوا بالصندوق ديال خويا الله يرحمه بالجثه ديالو، كنقولوا اليوم يجيبوها غدا يجيبوها. حتى داز المده ديال 20 يوم، مشيت للمنطقه الامنيه ديال سيدي سليمان، قال لي الرئيس ديال الدائره، قال لي احنا ما عندناش هاد الديكلاراسيون كاع نهائيا في هاد السميه هادي. مشيت لواحد القسم في العماله سولتهم، قال لك حنا ملي كيموت شي واحد، قال لك راه في الخارج، قال لك راه كتعلمنا وزارة الخارجية ديال الرباط، كتصيفط لنا حنا ميساج لهنايا لهذا القسم هذا في العمالة. قال لك ما لا، قال لك ما كاينش كاع مرة هاد الديكلاراسيون في هاد السمية هادي. قال لك كون علمونا حنا، قال لك نعلمو حنايا، حنا كنعطيو الإذن للسيد وكيل الملك، والسيد وكيل الملك كيعطي رجال الشرطة كيعطيهم إذن باش يخرجوا يعلموا العائلة ديال هاد السيد هذا.
قلت لهم دابا شنو غندير، عطاوني العنوان فين كاين الوزارة الخارجية في الرباط. مشيت لغد لي اخويا، ديت الوادي مشيت درت قدمت ليهم اخويا الشكاية، قدمتها ليهم. قال لي مهضر مع هذاك المسؤول تما، شنو قال لي؟ قال لي شكون اللي خبرك بالوفاة ديال خوك؟ قلت له واحد السيد خدام مع هو اللي قال لي راه خوك مات. قال لي شنو السبب الوفاة؟ قلت له السبب الوفاة انت عارف. قلت له نورمالمون خاصكم نتوما تعلمونا من هنايا. قال لي بصح ديال حنا، قال لي حنا ملي كيموت شي واحد، قال لي نفس الهضره اللي قال لي قالوا لي الناس في العماره، قال لي حنا ملي كيموت شي واحد، قال لي ما يمكنش شي واحد شي مغربي تما عالق في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في اسبانيا، قال لي يموت تما، قال لي حنا ما يكونش عندنا اذن عليه، قال لي ما يمكنش كاع. وانا قلت له اخويا، قلت له دابا شنو المعمول؟ قال لي غادفع واحد الشكايه، غادير فيها هاد الهضره هادي كامل قلتي، قال لي غادير فيك الشكايه. دفعتها له، قال لي ملي كيموت شي واحد، قال لي حنا الاولين، قال لي انا الاول هاد اللي كان هو، قال لي انا اللي كيعلموني، قال لي انا اللي كيعلموني، قال لي كيتصلوا بيا تيعلموني بخبر الوفاه ديال شي حد، قال لي انا كان، قال لي علموني، قال لي انا غنصيفط الاذن للعماله، قال لي غنبلغ العماله ديالكم ديال سيدي سليمان باش العماله كتعطي الاذن للسيد وكيل الملك، والسيد وكيل الملك كيعطي الاذن للشرطه. قلت له دابا سيدي شنو المعمول؟ قال لي هاد الورقه اللي صايبتي، هاد الشكايه اللي صايبتي، قال لي غدير فيها الرقم ديال الهاتف ديالك، درت له جماري ديال التليفون، واحد ديالي واحد ديال الوالده. ماشي، قال لي صافي سير 48 ساعه، قال لي غنتصل بكم باش ما كان، قال لي نتاكدوا من صحه الخبر. قال لي محتاج، قال لي ما يمكنليش نعرف البلاصه، قال لي ما يمكنش ليا. دخل تيقلب كذا هذه في هذيك تما في الميساجات اللي جاوه في هذيك الاسبوع اولا 20 يوم اولا شهر، دخل تيقلب. قال لي شوف، قال لي خاصني نتصل بالقنصليه ديال نابولي ضروري، قال لي نتصل بالناس ديال المسؤولين تما السلطه وهادي، قال لي عطوني معلومات على الشخص، قال لي ما يمكنش نعرف انا في البلاصه، قال لي كان ميت بصح، قال لي راه اتصلوا بينا هنا. هادشي اللي كاين اخويا، جينا في حالتنا داز 140 ساعه، السيد اخويا ما صوناش لينا، ولينا حنا قدر الله حنا خدينا النمره ديالك المكتب، جينا كنصونيو من بعد 48 ساعه ما كيجاوبناش كاع نهائيا، المده ديال 10 ايام حنا كنصونيو له ما بقاش كيبغي يجاوبنا. قلنا ربما يقدروا يصيفطوا لنا جوج ديال خويا الله يرحمه في هذا الاسبوع. باقي انا صافي تنصوني وهادي، قلت صافي شويه صافي، قلت صافي بلا ما نعاون صوني، قلت خلي الا كان شي حاجه هما راه غيعلمونا. اتصل بالوالده، قال لها الشريفه، قال لها واش انت السيده اللي جيتي نهار 5، المهم قال لها جيتي، قال لها جيتي واحد المده ديال 15 يوم دابا، قال لها خليتي واحد الشكايه، لا 15 يوم عاد صوناو لينا، قال لي خليتي واحد الشكايه درتي فيها الرقم ديال الهاتف، قال لي واش انت الام ديال نبي تاج؟ قلت له يا سيدي، قال لي مع الاسف الشديد الشريفه راه دفنوه. هادشي اللي قالت لي الوالده، انا الوالده مسكينه ما تقبلاتش، طاحت سخفات، هزينا دينا للطبيب، جيت صونت في هذيك النمره، قلت له سيدي، قلت له شكون معايا؟ قلت له الوالده انت كتهضر معاها وهي مسكينه طاحت سخفات، قلت له شكون معايا؟ قال لي جيت الاسبوع اللي فات، قال لي انا السيد اللي في وزاره الخارجيه ديال اللي مكلف بالشؤون المهاجرين. قلت له مرحبا، قلت له سيدي كاين شي جديد؟ دابا الوالده مسكينه من قال لها الهضره سخفات، ما قالت لنا مسكينه حتى شي حاجه. هو قال لي اخويا راه نبيل تارش راه بصح توفى، مع الاسف الشديد راه تم الدفن ديالو اليوم، يعني دفنوه في هذاك النهار اللي هو اتصل فينا، قال لي عاد اليوم دفنوه. قلت له باش ما حق هاد الناس تما دفنوا خويا؟ قال لي الاخ ديالك مجهول. قلت له صافي، قلت له خويا ماشي مجهول، قلت له منين جاو البوليس؟ قلت له حسب اللي قالوا الناس، قلت له لقاو باسبور عند خويا، لقاو عنده باسبور، ولقاو عنده لاكارت ناسيونال، ولقاو عنده كونطرا ديال الخدمه، لقاوهم عنده في الجيب ديالو، لقاوهم هزهم معاه. قلت له حسب اللي قالوا الناس تما اللي هضروا معايا. قال لي اخويا لقاو مجهول، قال لي ما بحث فيه حتى شي واحد، ما سول فيه حتى شي واحد، قال لي عليها دفنوه تما، قال لي القاضي اللي خدا القرار. قلت له انا شكون هاد، قلت له شكون هاد الجهات المعنيه اللي عطات الامر بالدفن لخويا؟ قال لي راه القاضي. قلت له ما يمكنش القاضي، قلت له غيعطي القرار عافاك. قال لي القاضي خدا قرار غير شفوي. فهمت اخويا، هذه هي لاكارت ناسيونال اللي مصايب اخ الله يرحمه في ايطاليا، راه فيها تما كاع المعلومات فين مصايبه، باش ما باش نمشي نقول تنهضروا عليه وكاف. مصايبه في ايطاليا في نابولي، هذا هو العنوان اللي عند خويا. قلت له منين طلبتي لي الشكايه؟ قلت له دفعت لك فيها واحد البطاقه
النسخه ديال البطاقه الوطن ديال خويا الله يرحمه. قال لي اه، قال لي راه شفتها اخويا، قال لي هما اللي قالوا مجهول، قال لي ماشي انا. قلت له شوف، قلت له وقف معايا الله يجزيك بخير. قال لي انا ما عندي ما ندير. قلت له كيفاش ما عندك ما ندير؟ قال لي انا ما ماشي على حسابي هادشي. ركبت لا غد ليه، مشيت لعنده، قال لي غتجيب ليا طلب نقل جثمان. دير لي واحد طلب نقل جثمان من ايطاليا للمغرب. قلت له كيفاش انت اللي كتقول لي البارح هاد الشؤون ماشي ليا؟ قلت له كتب لي واحد الورقه ولا واحد الوثيقه، قلت له غنديوها للناس المسؤولين، بان انت كتبرأ نفسك هاد الشؤون، هذه الشؤون ديال المهاجرين ماشي انت اللي، ماشي اللي انت محسوب عليها. قلت له سيدنا الله ينصره، صاحب جا مكلفك بالشؤون ديال المهاجرين في هاد البيرو هذا، قلت له انت اللي خاصك تكلف هاد الشؤون هذه. قال لي وصافي دابا نتعاون معاك. قال لي سير جيب لي هاد الطلب. دفعت له خويا هاد الطلبه ديال النقل جثمان من ايطاليا للمغرب. قال لي قال لي هاد الطلب، قال لي قال لي غندفعوه. قال لي مباشره هنا ها هو هاد الكاشيرا ديالهم ديال السيد المسؤول تما، هو اللي دار لي هاد الكاشني هذا. خديت هاد النسخه من عنده. قال لي صافي، قال لي حنا غنخدموا معاكم، قال لي غنديروا كل ما في جهدنا. ما خدموش معنا خويا الناس، هاد الناس ما وقفوش معنا، ما تحركوش كاع مره في نهائيا، والو ما داروا حتى شي حاجه في نهائيا. فين ما كان صونيلو ما كيجاوبنيش من مور هاد الطلب. حتى لواحد النهاريات مشيت، مشات الوالده لتما، مشينا انا والوالده. الوالده مسكينه عيانه، قسما بالله الوالده مسكينه ولات كتستعمل شي دواء. هاد الدواء كامل اخويا اللي كتشوف ولات الوالده مسكينه كتستعملو، حتى ملي سمعت خويا الله يرحمه راه دفنوه تما في ايطاليا بلا الاذن ديالنا. واش هاد السيد اخويا ما عنده عائله، ما عنده مو، ما عنده خوتو، ما عنده حتى شي واحد؟ علاش بو السيد تما دفنوه من دايتهم من راسهم؟ تعاونوا معنا المحسنين من تما. كان سبق لي وجهت واحد النداء للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، والسيد القنصل، والسيد السفير، وصاحب الجلاله الله ينصرو، اتصلوا بيا المحسنين تما الله يجزيهم بخير. قال لك اخويا دابا حنا غنوقفوا معاهم، دخلوا شي جمعيات داخل ايطاليا وخارج ايطاليا، دخلوا على الخط. قال لك دابا حنا غادي نوقفوا معاهم. قالنا شنو المطلوب؟ قلنا حنا بغينا خويا يجيبوه هنا يتدفن هنا في المغرب. راه ما عنده، قال لك هما راه ما عندهمش حق يدفنوه تما كاع. قال لك واخا يبقى تما في مستودع الاموات حتى المده ديال عام ولا عامين، ما عندهمش حق يدفنوه. قال لك راه القاضي راه هو ماشي الجمعيات اللي قالوا لي هاد الهضره، هذا السيد اللي مسؤول في الرباط هو اللي قال لي ما عندهمش حق يدفنوه واخا يبقى حتى المده ديال 8 سنين. قال لي يبقى المده ديال 8 سنين ما عندهمش حق يدفنوه. قال لي بما بانوا العائله ديالو. قال لي دابا قال لي اللي الله عطا الجمعيات والناس المحسنين تما الله يجزاهم بخير شنو قال؟ قال لك حنا غنوقفوا معاهم ملي الناس مساكن تما تحركوا وقفوا دخلوا للنيابه العامه، هضروا مع القاضي تما، عطاتهم النيابه العامه ترخيص باش يجبدوا الجثه ديال خويا من القبر، يعاودوا يخرجوها من القبر. ما حيسال اخويا الله يرحمه يلاه تدفن دابا المده ديال شهر اولا ما كامش. قال لك اخويا حنا خاصنا واحد الترخيص. قال لك راه طلبوا لنا هنايا النيابه العامه هاد الترخيص. قال لك غتجيبوا، قال لك انتوما اللي غتمشيو طالبوا به من وزاره الخارجيه. الناس المسؤولين ديال تما داروا مراسله النيابه العامه، داروا مراسله لهنا الوزارة الخارجيه ديال المغرب، راسلوهم باقا ما جاوبوهمش لحد الان. الناس اللي مسؤولين تما تقول لك حنا راسلنا، راه صيفطنا مراسله باش وزارة الخارجية في المغرب، الناس المسؤولين تما اللي مكلفين بهاد الشؤون ديال المهاجرين، اللي مكلف المكتب اللي في المكتب ديال الشؤون ديال المهاجرين باش يجاوبنا. قالك راه باقي ما جاوبناش هاد النيابة العامة. قلت له دابا شنو الحل؟ قالك اخويا سير. قلت انا بلا ما نمشي نصوني عام هنايا يقدروا يساعدوني. كان صوني اخويا ما كيجاوبونيش، نعاود عاوتاني نفس المشكل تركب نمشي. تمشي اخويا تيقول لي شوف، قال لي ماشي انا دابا، هو عارفني انا شنو باغي منه هاد المسؤول هذا، عارفني هاد السيد المكلف، عارفني انا شنو باغي منو، عارف شنو كنقصد له. داخل عليا كيبقى في الهضره ديالي شنو كيقول لي، تيدوخ عليا تيقول لي راه ماشي انا اللي كنعطي الترخيص باش يجبدوا الجثامين. قال لي راه القاضي، قال لي السيد اللي دفن اللي عطى الاوامر بالدفن ديال خوك، قال لي هو اللي خاصو يعطي الاوامر باش يجبدوه. قال لي اصل خوك تدفن بلا ترخيص. قال القاضي، قال لي ما استاجرش مع القنصليه وما استاجرش معايا انا، فهمتي ولا لا؟ قال لي القاضي ديال نابولي، قال لي كون استاجر مع القنصلي، قال لي القنصلي ديال تما ديال المغرب اللي تما في نابولي، قال لي كانت غاستاجر معايا. قلت له دابا شنو المعمول؟ قال لي اجي، قال لي غنسولك واحد النقطة، قال لي انت الهضري بغا يدفن خوك، قال لي علموك؟ قلت له لا، قلت له ما اتصل بيا حتى شي واحد، قال لي علموني انا. قلت له انا اخويا باش نعرفك علموك وبقيتي ساكت؟ قلت له شاركت معاك في المكتب ديالك؟ قلت له انا ما كنتش معاك كاع مرة نهائيا. ما عليناش. قال لي راه ماشي انا اللي كنعطي الترخيص ديال باش يجبدوا الجثة تما القبر.
هاد الناس هادو الله يجزيهم بخير كما قلت لك وقفوا تعاونوا معنا، الناس لا داخل ايطاليا لا خارج ايطاليا، الناس من امريكا دخلوا اتصلوا بيا، شافوا الرقم الهاتف ديالي في هذيك المخيم داك النداء اللي وجهته ليهم، اتصلوا بيا قال لك حنا غنوقفوا، قال لك دابا اخويا دابا شركة نقل الاموات راه غير جيب لكم الاخ ديالكم، والدوله هنايا النيابه العامه وافقات باش تخرجوا تدي خوكم، قال لك هي ملي غتخرج فين غدير هاد الجبسه، ما عندهاش فين غديرها، قال لك خاصها تخرجها مباشره تصيفط عليكم، قال لك هاد الورقه هادي خاصها تصيفطها يصيفطوها للمسؤولين ديال المغرب. ملي قلت له انا عطيهم قلت له عطيني هاد الورقه هادي شنو قال لي؟ قال لي ماشي انا اللي كنعطي هاد الامر هذا، قال لي القاضي هو اللي كيعطي، قال لي انا قال لي النهار اللي غيعطيهم تما القاضي في نابولي غيعطيهم الامر باش يخرجوا الجثه، قال لي غتجي عندي انا، قال لي قدام، قال لي غنسني لهم على ورقه باش يدوزوه في الديوانه تما، قال لي ضروري غيحتاجوا هاد الترخيص اللي كتقول، قال لي كاين واحد الترخيص، قال لي خاص تكون مصادق عليه وزاره الخارجيه ديال الرباط ديال هنا، هو كب فمه قالها لي، قال لي حنا خاصنا واحد اللجنه تكون مصادقه على الترخيص هذا، قال لي غنوقعوه، قال لي غنصيفطوه قدامك وانت كتشوف، قال لي غنساعدوكم. ملي الناس طلبوا لي هاد الورقه هادي كنصوني له عاوتاني ما كيجاوبش، نفس المشكل مشيت ركبت مشيت لعندو كنهضر معايا المسؤول اللي كان تيهبط لعندي قبل كان تيستقبلني، ما هبطش عندي هو، هبط عندي واحد اخر، ما هضرت معاه قلت له الاخ ديال النبي تيرش الله يرحمه، قال لي شوف اخويا، قال لي الملف، قال لي حنا واقف عليه، قال لي حنا، قال لي دابا راه حنا ممنوعين نعطيو هاد الرخص، قلت له لا، قلت له راه السيد اللي كان تيستقبلني راه قال لي هضره اخرى، قال لك راه قال لي راه القاضي ديال نابولي راه هو اللي كيعطي الاوامر باش يجبدوا الجثات، السلطه ديال تما هي خاصها تعطي الامر باش يجبدوا هاد الجثه هادي. قال لي اخويا، قال لي شوف، قال لي واخا هما يعطيو الامر، قال لي راه ما غاي، قال لي حنايا هنا راه ما غنعطيوكش هاد الرخصه هادي، هاد الرخصه هادي قال لي كاع ما غنعطيوها لك، علي واحد الوثيقه وغنصيفطها للمسؤولين ديال ايطاليا ديال نابولي، غير اسلهم باش يدو هاد الورقه هادي راه بها غيدوزو الجثه ديال خويا الله يرحمه في الديوانه. قال لي ما بيدي والو، قال لي ما عندي ما ندير لك انايا، قال لي راه ممنوعه وصافي. حنا خويا ما عمرنا خويا شفنا هاد الشيء هذا، حتى شفنا حتى وقع علينا حنايا، كنشوفوا دابا كنشوفوا الناس دابا حنا حدانا حاليا الناس توفاو وجابوهم العائله ديالهم، ما عندهمش عائله تما في ايطاليا، حنا وقعناهم القنصليه صيفطوا الجثث ديال المغاربه اللي ماتوا تما مؤخرا شي 3 ايام هادي، جات واحد الموت حدانا هنايا من فرنسا. قلت تنهضر مع السيد قال لي شوف، قال لي المشكل يا خو، قال لي دفنوه، قال لي كون ما دفنوهش قال لي غيجيبوه، وقلت له نتوما في الاول ما تحركتوش، قلت له كنت تحركتو في الاول غيصيفطوه غتجيبوه لينا غيصيفطوه ليكم، قلت له نتوما ما تحركتوش، قال لي انا ما عندي ما غندير بحال ما هكا يا صافي، خرجت مشيت في حالاتي انا خويا تنطلب اخويا من صاحب جلاله من الملك يوقف معنا اخويا يدخل على الخط في هذه القضيه هذه، واش اخويا كاين شي واحد اخويا تيموت تما في ايطاليا، وسيدنا الله يسرو ايضا عطى التعليمات ديالو بالقنصليات اللي تما في اوروبا، القنصليات المغربيه هما اللي تكلفوا بالجثث كما كان الوضع ديال اي مغربي تما في اوروبا، وما عطيهم تعليمات باش يصيفطوا هاد الجثث لهنا للمغرب، وكنطلب اخويا من السيد السفير ديال ايطاليا ومن السيد الوزير سيد الوزير المكلف بالجاليه المغربي المقيم بالخارج، هو يوقف معنا في هذه القضيه هذه ويدخلوا معنا الخط، والسيد السفير حتى هو وصاحب الجلاله الله ينصرو وكل شيء اخويا وقف معنا اخويا في هذه القضيه هذه، راه حنا اخويا مضرين بزاف في واحد الحاله لا يرثى لها. انا اخويا ما متيقش الاخ ديالي الله يرحمه راه ميت حاليا، انا واخا كنجري في هذا الشيء وتنمشي هوك وتندور تجمع هذه الوثائق، انا ما متيقش خويا مات، انا ما نتاكل خويا مات الله يرحمه، لا انا لا الوالده حتى واحد فينا ما متيق خويا مات، الوالدة مسكينة راه ولينا تنهزوها قسما بالله يوميا للسبيطار بسبب هادشي هذا، يوميا تنهزوها اخويا، ما فهمتش اخويا هاد الناس تيقول لك اخويا راه تدفن بالامر ديال الدولة، قلت لهم عطاونا هاد الامر نشوفو، قال لك ما جانا حتى شي حاجة، كنطالبو بهاد الامر ما عطاونا لا امر لا حتى شي حاجة، حتى حاجة ما عطاوها لنا، عطاونا اخويا واحد التقرير ديال الطب الشرعي مكتوب بالايطالية، المهم حنا قلنا لهم صافي خويا مات غير صيفطوه لينا. غير صيفطوا لنا هذا السيد هذا الا كان بصح في شارع راسو، صيفطوا لنا كنطلبوا من السيد السفير ديال ايطاليا يدخل يدخل على الخط، والسيد الجلال صاحب السيد صاحب جلال الملك محمد السادس حتى هو يدخل على الخط، والسيد الوزير المكلف بالجاليه المغربيه حتى هو خويا يدخل على القضيه هذه، وكاع المسؤولين اللي هنا في المغرب يدخلوا خويا معنا الخط ويساعدونا في اقرب وقت، بغينا نجيبوا الجثه ديال خويا الله يرحمه دفنوا عاه هنا قريب بعدا
باش الوالده مسكينه على الله وعاتها شويه تبرد. راه ربي سبحانه، ربي سبحانه وتعالى ضروري كيعطي شويه ديال الصبر وشويه ديال النسيان. ربي شويه راه كي ضروري غيبرر على هاد الوالده مسكينه باش ترتاح مسكينه حتى هي شويه، باش على الاقل مسكينه نهار الجمعه تبقاش ترحم عليه. هذا هو المطلوب ديالنا اخويا، كنطلبوا من الناس المسؤولين ديال المغرب يتعاونوا معنا في هذه القضيه هذه.